والله انا حاسس ان اللائحه يعني معموله بدقه عن اللائحه اللي فاتت. المره اللي فاتت برضو احنا كنا قرينا اللائحه، حسيت ان في مثلا دلوقتي بدأ يعني لما عملها الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، برضو مش عايز اغفل ان انا اشكر المهندس محمود طاهر والمجهود اللي عمله قبل كده، لان احنا النادي الاهلي نادي قيم ومبادئ، اللي جاي هي رايه بتتسلم من مجلس لمجلس وكلهم ناس محترمه جدا، واحنا طالما دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب فلازم كلنا بنايده وبنسنده في كل حاجه بيعملها. هو ده النادي الاهلي بقيمه زي ما قلت لحضرتك. هي بصفه عامه كويسه، بس احنا مش عايزين نسيب نقط تبقى خلاف في المستقبل. احنا مجلس اداره حاليا ده محل ثقتنا و لكن لا نضمنش المستقبل ايه. ففي نقطه زي نقطه فرع مدينه نصر، التعريف ده في اللائحه انه فرع، فدي ممكن تعمل مشكله مستقبلا مع اعضاء مدينه نصر وتعمل انشقاق. لانه قانون الرياضه نفسه بيعرف الفروع وما بيدهمش الحق في لا في تصويت ولا ترشيح ولا فدي نقطه عايزه صياغه في ماده مدينه نصر بالذات، لها حاله خاصه لانها سبق انها اشتركت في التصويت وفي الترشيح وفي كل شيء. فالنقطه دي عايزه لازم يتاكد عليها في الصياغه ان فرع مدينه نصر ده مكمل ومتمم وجزء رئيسي من الفرع الرئيسي من المركز الرئيسي. انا حطيت في صندوق الاقتراحات، بس في نقطه انا بحب اشيد بها اللي هي ماده 10 المبادئ الاساسيه والقيم العليا للنادي. دي ماده تاريخيه، ما معناها انه يجب يعني الحفاظ على المبادئ وقيم النادي ده شرط اساسي في اي اداره او اي قياده تتولى قياده النادي، الحفاظ على قيم ومبادئ النادي. احنا ما يهمناش لا بطولات ولا ما يهمنا ان احنا تقاليدنا ومبادئنا تفضل تاريخ الاهلي مسجلها من 1907. انا شخصيا عندي ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره الحالي الحقيقه يعني، وبناء عليه انا بتصفحها بدأ في نقط معينه اللي بتهمني، يعني مثلا ايه ما يخص العضويه، وبعدين التابع والتابع امتى يبقى عضو عامل، وبعدين كان في خطأ فادح ان يبقى التابع لو واحد متجوز واحده وطلقها وهي تابع تقوم تتفصل. طب ماشي تتفصل الست، انما الراجل لما يبقى هو تابع ويتفصل ما ينفعش يبقى هو جايب عضو بناء على مراته وبعدين يطلقها ويروح يجيب مراته الثانيه يدخل، ما ينفعش. كان الكلام ده كان غلط، صححوه هم، صححوه في اللائحه دي، خدوا بالهم. انا بصيت كان في برنامج تلفزيوني مخصوص كان بيتكلم عن العضويه وقال ان هم صححوا النقطه دي، ما ينفعش العضو الاصلي اللي هو يا بنتي لما جوزها يطلقها يرجعوه هو عضو وهي تطلع. كويس جدا، وبتدور على مصلحه النادي والاستثمار، شركات الاستثمار اللي هتتعمل في النادي، فكلها بصراحه يعني حتى لو كان فيها شويه بنود وعرفنا ان هي كلها الحمد لله كل المقترحات اللي احنا عملناها معظمها تعدل. يعني مثلا البند اللي هو كان بتاع ان اللائحه تتعدل من مجلس الاداره لو الجمعيه العموميه ما اجتمعتش، كنا احنا قلنا هو اللي ياخد القرار. لا هم عدلوها وقالوا لا لازم الجمعيه العموميه هي اللي توافق، ما ينفعش تتعدل البنود بتاعه اللائحه الا لما الجمعيه العموميه توافق. ده الديمقراطيه داخل النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي احنا عرفناه احنا ورياضيين، ده النادي الاهلي اللي عرفناه احنا هو اعضاء. النادي الاهلي لا يحجر الراي، النادي الاهلي بيعطي للاعضاء الكلمه، بيعطيهم المشاركه، بيعطيه حق ان هو التفصيل داخل اللائحه. ده ان دل على شيء يدل على قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناها واللي احنا عرفناها من كل رؤساء النادي الاهلي السابقين. اوريدي بعت البروبوزلز ثرو ذا ايميل اللي هو الشريك، تمام. هم اعتقد ان هم يمكن اول ان اول يعني 16 مقترح. يعني اتمنى ان مجلس الاداره ياخد ولو ببعضها من وجهه نظره، لو شافها ان في امكانيه لتنفيذها، لان هي في النهايه مقترحات يعني ملهاش طابع شخصي بقدر ما هي تمس الصالح العام للنادي. لائحه حاجه عظيمه جدا، في اولا المشاركه اللي حصلت من الاعضاء مع اعضاء مجلس الاداره ومع رئيس النادي حاجه ما حصلتش ولا هتحصل، انجاز هيفتخر بيه النادي الاهلي والنوادي الثانيه، واخد بالك؟ لان دي حاجه هتكتب يعني التاريخ هيكتب الكلام ده للكابتن محمود الخطيب والمجلس المحترم جدا، واخد بالك؟ والنائب بتاعه سياده الوزير عمله، فحاجه جميله جدا مشاركتي، احنا اللي عاملين اللائحه، فده حاجه ما حصلتش قبل كده.
إن شاء الله بإذن الله هيكون أحسن دستور لكل الأندية. يمكن كمان أندية تانية تاخد منا بعض البنود اللي موجودة عندنا تعملها في الدستور عندها. ده أحسن دستور هيكون طبعا نادي القرن.